هاو الهيجه. السلام عليكم خاوتي، كيما راكم تشوفوا الجمال، هذا وقت الهيجان تاع الجمل، والجمل هنا يعرفوه كي يبدا نحيف هكذا استاذه. نعم يبدا نحيف يوم يربطوه. يربطوه هاي هذه حاله الهيجان، يعني لازمها الرباط، لازم هكذا. اه لازمها الرباط. شوف كيف يولي شهر الهيجان. اه تبدا من اول سبتمبر الى اخر مارس. اه ديسمبر. ديسمبر. من ديسمبر الى اخر مارس. ديسمبر جانفي فيفري مارس. ام رابطينه عنده 4 شهور هو في حاله الربط. لو انه يطلقوه يدير حاله، والحاله تاع الهيجان يكون فيه الجمل مثل في الصوره هذه، معناها يكون نقولوا احنا تو الجمل راه في حاله هيجان. هاك شوف هذا هذا وهذاك واقيلا زوج. وهذه مرحله التخصيب الله اعلم. نعم هذه مرحله التخصيب. مدة الحمل سنة. مدة الحمل تكون واحد من عام و 13 يوم إلى 15 يوم. سبحان الله. لكن المهم فيها عام الساعة، سنة كاملة. سبحان الله. بعد السنة كان مدة 13 14 15 يوم. سبحان الله. تختلف من حيوان، من جمل إلى آخر. سبحان الله، هذه الناس اللي ما يعرفوش الجمال، سبحان الله ربي عز وجل ذكرها في القرآن أخويا فريد. نعم نعم. سفينة الصحراء. سفينة الصحراء، فلينظر الإنسان. المهم خوتي فقط هذه النظرة للجمال. السلام عليكم، تحياتي لكم. عاشوراء. أيوا. وبعد ما تهجر الزويل في الشتاء. خلاص في الشتاء ثلاثة شتاء وشهر. معناها شهر قداش معناها تتوا العيد تنجم تقول معناها وقت باش تبدا تدفى الدنيا هك. لا لو انت تدفى الدنيا هي يشفروا. في البرد. في البرد. صافي هذا وقت الهيج. هذا في ديسمبر ورد جاي. يولي هايج. أول ديسمبر نطلقوا جمل في حل النياك. إيه. حتى الفيفري حتى المارس. معناه عنده ديسمبر عنده جانفي وفيفري ومارس 4 شهور هذول هو عنده 10 نيك نهار 4 شهور يشرب الماء يبدن خلاص اذا بدن ها ولا بدن ها شوف كرشه كذا سما تعرفوه تعرفوه لا يولي شاحب يولي مصنن يدير سنان اذا اللي شاحب تطلق منه يولي يهدر واحد الرائحه اي سنان بعد هياجه طوله هياجه اي ايوه ولا سهله